هذا وأوضح أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن الخلافات التي نعاني منها لن تقودنا إلى مزيد من الفرقة، ويتوجب علينا العمل بكل جهد بألا ندع مجالا لمن يحاول التربص بأمتنا. إن نظرة فاحصة لواقعنا العربي تؤكد وبوضوح أن الخلافات التي نعاني منها لن تقودنا إلا إلى مزيد من الفرقة في موقفنا وضعفا في تماسكنا. الأمر الذي يتوجب معه علينا العمل بكل جهد لأن نسمو فوق تلك الخلافات وألا ندع مجالا لمن يحاول أن يتربص بأمتنا ويبقى على معاناتها ويشل قدرتها على تجاوز هذه الخلافات لتبقى أسيرة لها تعطل قدراتها وإمكاناتها على النهوض والبناء والوصول إلى وحدة في الموقف وصلابة في الإرادة لمواجهة المتغيرات الراهنة والمتغيرات التي سنواجهها في المرحلة القادمة.